رجعنا من جديد في سبور ميكس الجزء الثاني من الحصة نتاعنا اليوم نحكيو عن نادي الرياضي الصفاقسي اجتماع كان مع المدرب سانتوس مع الهيئة المديرة للسي اس اس بعد النتائج المخيبة للفريق مش نحكيو أكثر تفاصيل مع ضيوفنا اليوم كمال بن خليل مروان تاج رفقي بوسته وطارق الزيادي طارق خلينا نبدا معك انت إذا لي آه الاجتماع ما تمش على اثره برشا من احباء السياسات يطالبوا بالاقاله حتى متاع المدرب نقول بعض لكن الهيئه يبدو انها ما متشبثه مع المدرب طلبت منه بعض التفسيرات لما يحدث في الفريق الاختيارات نتاعو لكن آه بالنسبه للاقاله والا التخلي عليه آه ما تمش الحديث معاه في الموضوع اجتماع من النوع هذا ينجم ينفع والا كان يجب اتخاذ ديسيزيون معناه لا ينجم ينفع وهذا المصلحة الفريق، انت ما تنجمش تاخذ ديسيزيون وما غير لا تسمع المدرب من غير لا تسمع الم... معناتها علاش اختار هكا، علاش اختار شويه هذا، علاش اللاعب هذا واللاعب هذا، علاش مش حتى من بعد في قراءة اللاعب في الشونجمونات نتاعه، لازم هذوما حاجات باهية هذوما حاجات اللي نحب ونشوفوهم لمصلحة الفريق، قلت لك أنا راهو تو سامحني يا أخي رئيس الجمعية والمدرب ما يحبوش يربحوا ما معناتها ليكيب كاربيري وتمشي وترجع السياسات للمستوى اللي كان تعليق قبل سواء كان في الفوليوم دي جو ولا حتى في النتائج دونك حاجه باهيه باش يتبادلوا الافكار باش يعرف علاش هو اختار هكا علاش لعب بالسيستم هذا علاش لعب فلان الفلاني علاش نحى فلان علاش معناتها خيارات حتى في تغييرات دونك هذوما حاجات باهيه باش يقدموا باش يبنيوا عليهم باش يزيدوا هما حتى الله لا يقدر معناتها ما مشاتش النتيجه يبدو عارفين شنو ال معناتها علاش اللي 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 المدرب ها معناتها اخفاء الخيارات في رايك هو المسؤول على الاخفاق نتاع السياسات في بدايه الموسم حتى توا؟ م... اذا كان تعتبره اخفاق بالطبيعه ما هوش اخفاق حسب ريان م. لان ماهيش السياسة اللي كانت معناتها سامحني كانت تهز في التتروات وكانت تهز في الواحد جا هو كانت افضل عام نول في نهايه الموسم مع محمد الكوك افضل نسبيا حسب أفضل ريان افضل بكثير لا بيكثير. مش بكثير بكثير رأو شوف في م. نهايه الموسم الفارق كي, كي جا الكوكي جا آه كي جا الكوك كي تعرف الفريق كان بعيد عن المنافسه وصلت اهل من الكاس الكاف تسمى انجاز بارابول بدايه الموسم اللي عملها السياسة. إيه ما ما إيه في ظل المشاكل اللي كانت صايره وفي ظل الديون وفي نجاح نجاح انك معناتها توصل بالسياسة تترشح الكاف بالنسبه لي انا نجاح برا 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 لا بداية. لا إخلص لا خمسه من الاول طارق هو خوها من الاول شوف هذه بالله نحب نفهم مم. حاجه انا مدرب كي ياخو ايكيب ما هوش عارف لي كيف انا سيتياسيون ما هوش عارف لي كاليتي جوار اللي عنده ما هوش عارف معناتها ليكيب معناتها وين تنجم توصل وين مش ينجم يوصل بها صحيح ولا لا؟ معناتها انا نحكي لك انا بالنسبه لي انا تقول لي حمد الدو ولا مثلا آه نبيل كي خذاوا ليكيبات وقت خذاوا ليكيبات يتحملوا مسؤوليتهم يعرف هو ليكيب وين تمشي السي اس اس كي ترشح للكاف ماهوش انجاز السي اس كانت تهز شامبيونات وقتها نقول لك انا عمل انجاز وهز معناتها عمل نقله نوعيه اما تقول لي انت عمل نقله نوعيه ممكن في الفوليوم دي جو ممكن في اللعب لكن ما عملش نقعه نوعيه انه هز بها الشامبيون طارق انا مش نحب نسالك سؤال ما في, في علاقه بسانتوس وفي علاقه بالرصيد البشري تو نتاع النادي الرياضي تو تفرجنا في النادي فيكس ونتائج حسب الانتظارات نتاع قبل الموسم راها مخيبه للامال حقيقه راي شخص معك معك, معك معك. بالنظر للانتظارات نحكيو نتائج قبل بدايه الموسم راش وانه ثم مشكل توظيف متاع ملاعبيه علاش اصرار سانتوس على نفس الرسم التكتيكي مثلا ما كانش ينجم يغير ما احنا توكي قاعدين نق... ن... 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 نقيموا في سانتوس بارابور للموسم الماضي ولا على اللاعبين اللي عطاو فما لاعبين عطاو بيرفورمانس وفما لاعبين حتى الميركاتو والميزانيه اللي تحطوا في الفريق على الميركاتو حتى الميركاتو حتى الميركاتو اللي تعمل راهو فما جوارات جايين ناقصين اه معناتها ريتم تاع ماتشات ثم جوارات جايين بزاف ما يعرفوش شكون ناقص كاين كريستو ناقص في ماتشات كريستو ناقص ولا شوات لا 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 شوات في الاتوال شو اسمه نحكي على البوليفيا ذاك اللي في الوسط البرتغال البرتغال زاد كيف كيف ناقص ذاك ريتم اون بليس كو سا راك مش تعمل التوليفه راهو شوف آه يلزم يلزمها شويه وقت حاجه اخرى انا نحب اس قداش تخلق من فرصه براتيكمون في الماتش فماش فوليوم دي جو لكن شوف قداش تخلق من فرصه خلقت, خلقت في الماتش البارح كاو لا لا حتى في الماتش هو ما ماتش, ماتش الكلوب مش خلقت فرصه, فرصة لا لا في, في الماتش الكلوب لا الماتش الكلوب لعب على انا بالنسبه لي انا لعب بفكر أه على حسب الامكانيات نتاع اللاعبين اللي عنده لانه الكاليتي جور اللي عند النادي الافريقي لوفونسيف يعملوا لك الديفيرينس مع اي كيب في صورة ما كان أه. ينجم يغير الرسم التكتيكي ينجم بالطبيعه يغير يعني هو هو متشبث ممكن متشبث بالفكر نتاعو لانه عنده بالأساس. عنده مم. القناعات نتاعو هو راه شوف حاجه ما تبني ينجم يكون هذا تطرح في الاجتماع لا اكيد هم ثم حاجات تطرحت حتى بالفكر نتاعو لكن شوف راي السي اس معروف قبل باللي جوور تكنيك في الوسط دونك اذا تويكه يتغيب لها لي جوور هذوما ما عادش تجيب آه الكاليتي دي جوور تختلف انك مين تجيب جوور اجريسيف ويعرف يفك الكره لكن طوال الكره العصريه ولت يلزمك تعرف تفك وتعرف تلعب دونك لحظه باللي كان برشا يلوموا مثلا ساعات على المدرب المدرب تو الجرجيس ثلاثه ولا اربعه كور قدام الكاش مم. أي ويضيعهم يجيبهم البر كونتر في الكوب دافريك مضيعين خمسة ولا ستة تي قدام الشبكة شنو هي تقول لي أنت المدرب؟ أعطيني هذوم حاجات نتاع مدرب، ما تقيسليش الماتش روبير إنه كونتر الكلوب أفريكان، الكلوب أفريكان سنة رقم مم. صعب راه على ليكيبات الكل، مم. خاطر عندها معناتها من أحسن الليكيبات سنة، أفريكان. طارق حتى في المباريات الودية فما مشاكل، الحقيقة تواصلت مع مدرق. بداية الموسم. تحكي على الفوليوم دو جو، فوليوم دو جو ولا؟ الفوليوم دو جو الناس الكل بالإجماع ماهيش هذه السياسة اللي نشوفها لكن نحن نحكيو على النتائج، النتائج ماهيش ماشي قريبه للامان جوست برك اسلام المدرب هذا حسب ديكلاراسيون نتاعو قيمة قالك لك جاي على بروجي هكا ولا في التشكيله اليوم بعد سته ماتشوات نلقاو المدرب خاسر ضد شباب العمراء. العمره هكا ولا عامل نيول مع النادي الافريقي دي بلاسمون وعمل نيول مع جرجيس هاك شفتوا فريق جرجيس معناتها سنين معناتها الحقيقة وفريق معناتها منضبط تكتيكيا وكل شفري مع نسبة وجربين وقاعد يقدم في نتائج كان نجم جميل. يربح كونتر لا لا جرجيس الحين من آه. كان هذيك الكرة باهي اوكي معاك النتائج صحيح نقيم اليوم السيد هذا خاطر نفس الاشكال في التراجي اليوم الجمعيات الكبار اليوم الجمعيات الكبار هي قاعده تغير في المدربين كيما الاسبيرونس كيما سفيقس علاش خويا ذا الكل خاطر اليوم النتائج نتاع الفرق ما نحبش نقول الصغرى دقيق بربي لا تقص علي عندي فكر نحب خاطر بطبيعتي ندخل بعضي لا لا اليوم شكون واحد ويضيع فيها يا ربي خاطر كيفاش تكلمني اليوم خويا الغالي شوف شكون قاعد يبدلوا في المدربين الفرق الكبار اليوم موجود علاش؟ خاطر اليوم لقاو رويحهم كما نقولوا خاطر كي تحكي احنا نحن محقرانيه برشا يقول لك انا صارف شوف ترجي جيش جي 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 عامله بجواريتها شوف بيجي اليوم اللي خلى الفرق هذوما ما عطاوش الثقة المدربين نتاعهم في خاطر كان جات الترتيب كما نقولوا ليسبيرونس هاربة شوية لو كلوب هاربة شوية وكذا كيراك راك باجا وجرجيس يولي يشق من يشق من قدراته اللي خلى اليوم سانتوس ممكن يتصلح اليوم نحكيو على مدرب متعدي فاز معناتها المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي يعني هكا ولا عمل خسارة برك عامل دوني مشوار بطوله مازال ممكن تعيش جو بتروح انت تو طيب. انت جو بتروح تلزمنا ديك. في بدايه الماتش انا نحب نشوف من بعد لا مش فينا في هذه بركه وكمل على روح من بعد نحب نشوف انا باجا وجرجيس وسمو وي مش فايدة حاجة أخرى. بدي ليه ليه حاجة أخرى أنا باش نقيم لك على النتائج تاع النادي الرياضي السويقسي على المدرب هذا خاطر فما عباد اليوم حتى كان جات النادي الرياضي السويقسي الأولى يحبوا يلبوا في العصا في العجلة اي فريق ناجح في تونس يحبوا يعملوا برشا حاجات. مروان كنا نحكيو كنت تنقل في الاختيارات قبل كان عندك دقيقة عاش ما خليتهاش علاش قلت لك ما تقصش عليا. كمل كمل عندنا برشا مواضيع. المدرب هذا ما عندوش فكرة على البطولة التونسية ما عندوش فكرة على الجوالات نتاع تونس صحيح ساريف على حسب البدايات نتاعهم نتاع الملعبية ما كانتش باهية ممكن ينجم يقرا اللعب بعد بعد الجولات هذوما وعارف روحه خاطئه، اما بار الباركور اللي عامله ماهوش خايب، انا يعني نقول للنادي الصفيقسي مازال الوقت نتاع تغيير المدرب توا، خاطر اليوم المدرب معناتها نتائجه نورمال ماهيش كارثيه كوم الفو متعدي ما تعدي الفاز دو بول في الكاف، خاطر اليوم راوك كي تجيب نحي مدرب شو قداش يخلص وقداش تعطي بقيه الكونترا بتاعه، وباش ترسيلك تفركز زاده في مدرب اجنبي كيما باش تعمل التراجي يعني حتى لوبجيكتيف تاعو ماهوش في في الكوب إيه ده ده إيه